الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا هو تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا عن الذكر والدعاء في شهر الذكر والدعاء، مع أدعية عباد الرحمن التي خلدها لنا القرآن، ومع أدعية هاته الفئة الطيبة المباركة المشمولة برحمة الله. وفي هذه الحلقة سنقف على الدعاء الثاني الذي داومت عليه هاته الفئة حتى صار صفة لها، وهو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأفاضل، لقد أشرنا في الحلقات الماضية إلى أمر مهم نريد أن تعقله الأذهان، ونريد أن يبقى دائما محط اهتمامكم واعتباركم: إن الأدعية مرايا تعكس هموم وشواغل القلب، ودل هذا الدعاء من هاته الفئة الطيبة المباركة على شدة اهتمامهم بصلاح أسرهم، إلى الدرجة أنهم أرادوا أن تصير هذه الأسر أنموذجا ومثالا يحتدى به، واجعلنا للمتقين إماما. أيها الكرام، إن أمر صلاح الأسر لابد أن يكون عندنا همّا يقض مضاجعنا ويشغل بالنا، لأنهم أمانة وعنها سنسأل يوم القيامة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن آل بيته. وحتى لا يكون المآل مآل سوء حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، عندما قال جل جلاله: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وحتى لا يكون هذا هو مآلنا عياذا بالله معشر الأحبة الكرام، لا بد أن نأتمر بأمر الله الذي قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الأمور التي نقي بها أنفسنا وأهلنا هذا المآل السيء الذي حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى الدعاء. يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ولقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى لجوده وكرمه وإحسانه، علمنا دعاء عباد الرحمن حتى نحفظه وحتى نلهج به ونكرره حتى يصير صفة لنا جميعا، وهو الوارد كما قلت في قول الله جل في علاه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.